조성원 선수의 아주 몸을 던지는 폭탄 네. 방어였습니다. 자, 오른쪽 빠르게 나옵니다. 네, 루이스 나옵니다. 루이스 조금 더 페널티 아주 끊은 샷! 끊었어! 골! 루이스! 네, 이건 뭐, 네. 완벽한 루이스 선수의 원맨쇼 동작에 의한 정말 귀중한 골이라고 할 수 있습니다. 그렇습니다. 아, 상대의 공격. 그 뒤에 이어진 반격에서 루이스 선수 정말 네. 기가 막힌 기회 이번에 아 정말 이것은 올해의 골이라고 할 정도의 멋진 골입니다. 기가 막힌 골이네요. 네 반대쪽 골대도 아니고 가까운 쪽 골대 옆으로 살짝 스쳐 들어가는 아, 기가 막힌 골을 터뜨리는 루이스 선수. 자 이쯤 되면 1차전 2차전 결과를 다 합쳐서 놓고 볼 때 아 쐐기 골의 효과가 있지 않겠습니까? 네. 네. This better have my money. Pay me what you want. This better have my money. They hit the club and turn the crowd to a marsh pit. They hit the club and turn the crowd to a marsh pit. ...하네요. 막혀 있었던 혈로를 뻥 뚫어주는 로이스의 첫가. الإمارات طويلة في الجهة اليمنى لويس انريكو يلعبها ممتازة دي سوسا راح رودريكو يحضر كرة ممكن غير كنترول تسديد سيأتي مع انريكو ما أروعهم ما أجملهم ما أمتعهم لمسات كرات تمريرات تحضير أول الأهداف للصقور يقولون أن الثالثة محمد ناصر يبدو أيضا دخل إلى أرضية الملعب هنا محاولة الآن لفريق الإمارات هيريرا جول
접고갑니다. 중앙쪽에 루이스 오른발 골세 번째 골의 주인공 루이스 LED 조명이 다시 His run as well behind Company. That's a great header and then terrific goal on the breaks of Edwin by Nicolas Otamendi. فريق الامارات خاطر الامارات ملعوب الكره عاليه ورديه خطير الله لمسه بعد ذلك لويس هنريكي خطيره داخل منطقه الجزاء محاوله الان Oh!
يلعبها بصدره وسياو باليمين على طول السياو والبرازيلي تقدم كروس ولويس انريكي جول ما بين طبعا الوحدة والعين هذه محاولة كرة خذوها سليم يو على الكرة الآن هدف للشباب هدف حيدروف عالية داخل منطقة الجزاء ومحاولة رأسية وتسديد الله يا هنريكي هدف على الطاير هدف في المباريات القادمة مع نادي الشباب علما بانه كان قد تلقى اصابه كره فيها محاوله على الجبهه اليسرى لمصلحه الشباب الله على اول للجوارح بتمريره جميله جدا بالفعل من اللاعب ابراهيم عبد الله ابراهيم عبد الله يمرر كره جميله والهدف الثالث الان الهدف الثالث ياتي الان عن طريق اللاعب لويس عادت لعزيز بك حيدروف كرة خطيرة جول لمصلحة إدغار هياها إلى أنريكي مشاها إلى سياو في المرمى وقت قصير لأن الشعب يلعب اليوم يلعب الأربعة ملعوبة الكرة أمامية وخطيرة في المرمى جول يضيف هدف ثالث للشباب في الدقيقة 72 ثلاثة الشباب لا شيء Mais uma vez o Valdir. Pé direito, a cobrança agora mais aberta. Igor Rabelo. Bola vai sobrar com Luiz Henrique. Mais atrás com Léo Jesus. Bola na entrada da área. Marcinho. Acabou sendo desarmado. Olha a pressão do Bangu. O chute de primeira pra... Ainda o Moisés. Prendeu demais, foi desarmado. Olha o lançamento para o Luiz Henrique. Já domina dentro da área. Bateu cruzado, bateu para fora. Quando não está com a bola, uma marcação mais forte no seu meio de campo. E o João Paulo já dá sinais de cansaço. Lindoso também, porque ambos participaram muito. Precisaria pensar o Alberto Valentim numa hipótese de como reforçar... Os Fernandes e o Renatinho, os dois com uma contusão no pé. E o Jefferson recuperado de um edema no tornozelo direito, mas voltou a treinar apenas ontem. Olha o Marquinhos com o Bangu, fez o corte dentro da área. Marquinhos se enrolou, foi pro chão. Whoa!
Gustav. We'll be right back.
قاسم اليوم مواجهة ما بين الشقيقين. الله الله على كرة خطيرة، تعود الكرة من جديد، محاولة خطيرة بتعدي أيضا من سالم عبد الله، لكن تعودنا بأن العين بمن حضر. كرة موجودة الآن في جهة اليسرى، خطيرة هذه لويس إنريكي، تسديدة لحمد الجزاء، هدف أول هدف رودا سيلفا، يسجل هدف الثالث ويسجل الهدف التعادل لمصلحة نادي الإمارات ألكساندرو دا سيلفا. خاطئة، رودريجو بيعود وبيغطي، ممتاز رودريجو، لويس إنريكي، الكرة لويس إنريكي، لويس إنريكي يتقدم، كرة للإمارات في المكان الصحيح، في المكان السليم، يا الله. لعوبة خلاص، خماسية هيريرا، هيريرا بتمريرة، هدف خامس للإمارات. استلام من وان ديرلي أولا، بعد ذلك جاير هنريكي يهدي الأمور، يتقدم الآن في وسط الملعب، لا زال يحقق. الله 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 الله، أوه على المرمى، في المرمى، الله عاد عجبان، البرازيلي يلعب كرة في المرمى، سيطر على الكرة، هنا التدخل، لكن حكم المباراة يقول ما فيها شيء لمصلحة لويس إنريكي. يا السلام يا السلام على لويس، ينطلق انطلاق الآن، الكرة فيها صافرة، الآن تأتي الصافرة، نعم الخطأ لمصلحة